هذا اللون تحديدا من الموز، وهو اللون يعني ما بين الأخضر والأصفر. أبدأ بالصنف الأخضر الذي يتجنبه الناس، لا يشترونه. هذه من أحلى وصفات الكلف الموجودة البسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين مع حلقة جديدة وفاكهة مما يتخيرون. حلقتنا اليوم عن الموز. الموز طبعا غني عن التعريف، ولكن أيضا أحببت أن تشاهدون هذا اللون تحديدا من الموز، وهو اللون يعني ما بين الأخضر والأصفر في هذه المرحلة من النضوج. ولأنه سنتكلم عن هذا النوع تحديدا، ونتكلم أكيد عن النوع المعتاد وهو النوع الأصفر، فكل منهم يحمل صفة علاجية هامة جدا. أبدأ بالصنف الأخضر الذي يتجنبه الناس، لا يشترونه أو لا يرغبون بتناوله. هذا صحيح لأنه قابض، ولأنه نشعر بصعوبة في حتى مضغه، وهذا صحيح أيضا. وسبب ذلك لأنه غني جدا بالألياف، تمام. ولكن من المستفيد من هذا النمطية من الموز؟ مرضى القولون، عسر الهضم، سرطان القولون، فعليهم هذا النوع من مين؟ من الموز. ويتحمله، يتجرعه، لأنه دواء، ولا يوجد دواء يعني طيب المذاق، صح ولا لا؟ ولكن هذا الدواء الموز الأخضر اليوم حين يتم مضغه وبلعه يصل إلى القولون، ويبدأ التخمرات، ويبدأ في إنتاج البكتيريا الطبيعية، فنحصل على كمية وفيرة جدا من مصدر طبيعي إلى القولون الذي يحتاج هذه البكتيريا الطبيعية أيضا من مصدر طبيعي. طبعا واحد يسأل يقول طب أنا ليش أتعذب في تناول هذا الموز الأخضر الغير ناضج، بينما بإمكاني أتناول مكمل غذائي متوفر الآن من البكتيريا الطبيعية. كلام جميل، ولكن كلما كان الشيء الطبيعي من الطبيعة إلى الطبيعة، من كائن حي النبات إلى كائن حي آخر الإنسان، تكون الاستجابة طبعا أكيد أسرع وأفضل، وتناغم هذه البكتيريا هو الأقرب لحاجة جسم الإنسان. هذا من ناحية الموز الأخضر. أما الموز الأصفر فهذا ما يعرف بطعام الفلاسفة وطعام الحكماء، وهذا أكيد أثبته المحتوى الكيميائي الطبيعي للموز بلونه الأصفر، حيث أنه غني جدا في مادة الكولاين، وغني في مادة البي 6. ويعني الكولاين والبي 6 إذا اجتمعوا فعلا أصبح هذا الشيء هو طعام للفلاسفة والحكماء، فيعطي الحكمة ويعطي الهدوء ويعطي قوة في الذاكرة ويعطي قوة في الإدراك ويعطي قوة في استرداد المعلومة. الموز كذلك يحتوي على منظومة الأعصاب، منظومة الفيتامين بي، فلدينا بي 1 وبي 3 وأيضا كما ذكرت بي 6 قبل قليل، وبالتالي هو مقوي للأعصاب ويمنع الجسم قدرة للتحمل في أكثر من أي وقت آخر. جميل جدا أيضا في الموز هو موضوع
ما يعطيه من طاقة. فعلى سبيل المثال موزة، يعني بقدر هذه الموزة أو أكبر قليلا تعطي ما يقرب من 105 سعر حراري. الجميل حين تعرف أنه أصبح الموز هو الفاكهة المفضلة لدى مدربين الرياضة، يعطونه للفريق الرياضي ما بين الشوطين على سبيل المثال حتى يمنحهم طاقة إضافية ويمنحهم الهدوء وعدم التوتر، خاصة لو كانوا مغلوبين فما يتوتروش، وها إيش ويعني بيمنحهم كمان طاقة زيادة، فهذا شيء جميل. مرضى السكر لهم نصيب أيضا من هذه الثمرة الرائعة، فبإمكانهم أن يتناولوا موزة واحدة بهذا الحجم، بيكون ممتاز جدا، وممكن يتناولوها مرتين في اليوم، مرة في الفترة الصباحية ومرة في الفترة المسائية. الحمل الجلايسيميا 10، يعني مسكر العداد زي ما بنحكيها، وبالتالي يعني نعتبره وجبة، يعني لا يجوز بعدها أن يتناول شيء. ممكن يتناول بعض المشروبات لا بأس من ذلك، ولكن ممكن أن يتناول بعض الأشياء التي ليس لها حمل جلايسيمي، مثلا البروتينات، مثل المكسرات ليس لها حمل جلايسيمي لا بأس يتناولها بعد تناول للموز. ونختم هذه الحلقة من الموز بخبر جميل خاصة للسيدات. لو أتينا بقشر الموز من هذه الطبقة، هذا الجانب الأبيض، وفركنا به البشرة، فإننا ننظفها من كل البثور ومن الكلف. هذه من أحلى وصفات الكلف الموجودة البسيطة، وكلما كانت الموزة خضراء أكثر كلما كانت إيش الفعالية أسرع ولا تأخذ وقت أطول، تمام؟ حتى لا ننسى، ويكون إن شاء الله المعلومة كاملة، هناك موز نجد بعض النقط البنية، هو أصفر أو مائل إلى البني، وبعض النقط البنية. هذا الموز هو الأفضل كمضادات أكسدة، لأن خاصة أخص بالذكر مرضى السرطان والأمراض المناعية، فعليهم البحث عن هذا الموز بني اللون، هذا الأغنى في مضادات الأكسدة، وبالتالي مقوي لجهاز المناعة ومقاوم للفيروسات والبكتيريا والفطريات. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.